الحنة كنت درت حنة، خرجت لزو مات حنيلي، درت مع عرضت الناس، الحمد لله على كل حال، اللي جا مرحبا به، اللي ما جاش نورمال. جبر الخواطر، وما أدراك ما جبر الخواطر. من هنا بدأت القصة. خلال مراسيم الحناء وجدت أم سفيان ابنها وحيدا، وقد تحلق به بعض الأطفال الصغار، مشهد جعل أعين والدته تبيض من الدمع، فتحولت من ليلة فرح لليلة كسر فيها الفؤاد واحتضر. حزن غيم على سفيان وأمه طيلة الليل. حادثة لم تمضي مرور الكرام على منطقة ششار بولاية خنشلة بعد انتشار الخبر، فدوت النداءات على مواقع التواصل الاجتماعي لنصرة الشاب سفيان. الغدوة الليلة هذيك من ذاك تقلبت الحالة، ما فهمت والو، عيطوني ناس من كل الولايات، 58 ولاية. الغدوة ذاك درت شفت عرسي، ما أمنتش، الحمد لله على كل حال. إن شاء الله ربي يفرحكم إن شاء الله كما فرحتونا إن شاء الله، والعقوبة لكم إن شاء الله، واللي ما عندوش ذرية إن شاء الله ربي يعطيه الذرية الصالحة إن شاء الله، واللي متمنيها في حياته إن شاء الله ربي يعطيها له. اليوم الموالي، هبة تضامنية كبيرة مع سفيان، شباب تطوعوا في الطرقات وتجندوا في موكب زفاف ملكي لم تشهده المنطقة يوما، الكل متضامن مع سفيان. جينا فتنا من هنا على دارهم، الحنة نتاعو كيما خرجنا لقينا ما كانش، يعني المعارض كنا ربعة خمسة، شوي ولاد الكارتي نتاعهم هذا ما كان. هيا اتصلنا بالصفحة تاع الشير لايف، قلنا له واش كاين، هاو واش كاين، صباح حطها في ستاتي. يا أخي دات ضجة إعلامية مليحة، والحمد لله فاتت مليحة. والله واش نقول لك، أنا صديق العريس المقرب، ما كانش متوقع هذا الكورتاج أصلا. كي جينا في الحنة لقينا أربع عباد خمسة، قلنا نديروها له مفاجأة كعادات وتقاليد عندنا معروفين حنا الشوية، وجهتنا سيرتو جهتنا هنا، قلنا نديروا هذه المبادرة. الشخص واش راه نقول لك، الاحساس تاعو انا ما نقدرش نقول لك واش هو. ساعات قليلة كانت كافية لانتشار قصة سفيان على مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى المحلي والوطني، موقف رسم البسمة على وجه سفيان وأهله.